إلزم كلام أكابر العلماء. هذا السائل يقول: أمي لا تستطيع حفظ سورة الفاتحة أو فهم أركان الصلاة وشروطها، فما العمل؟ مع أنني حفظتها كثيرا وهي تحب الخير وقد حجت حجة الإسلام واعتمرت، مع أنها لم تحفظ ولم تقم بالصلاة إلا عندما كبرت. نعم. ولم إيش؟ ولم تؤدي الصلاة إلا بعدما كبرت. نرجو لها المغفرة والتوبة من الله عز وجل، لأن العمل بالخواتيم، وإذا كانت لا تحسن الفاتحة وتحسن غيرها من القرآن قرأت غيرها بقدر الفاتحة، وإذا لم تحسن الفاتحة ولا غيرها تسبح وتهلل وتحمد الله عز وجل ثم تصلي على هذا الوضع. نعم. أي إذا أمكن، إذا أمكن، لكن الكبير يعجز، الكبير يعجز عن الحفظ. نعم.